أهلا بكم مشاهدينا إلى كشك الصحافة إلى أبرز العناوين. عدن غد تقول الحزام الأمني يحفر صحراء غرب عدن بحثا عن أموال مدفونة. مشاهد نت، معظم ملاكيها موالون للحوثي، في عام واحد أكثر من 100 مدرسة خاصة جديدة في صنعاء تفتح أبوابها. أهالي تعز للعرب الجديد الوعود لتعز والتحرير لمدن أخرى. ومن التايمز، العلاقة بين إيران وتنظيم القاعدة في تطور دائم. أهلا بكم مشاهدينا. أصبح تفجير منازل المواطنين أبرز معالم ميليشيا الحوثي، أينما حلت وكلما تطاير تراب منزل سمعت بعده الصرخة الشهيرة، وهكذا يعنون موقع بوست. الميليشيا تفجر منزل أحد التربويين في تعز. وقال الموقع أيضا، ميليشيات الحوثي الإنقلابية أقدمت على تفجير منزل أحد المواطنين في مديرية صبر الموادم في ريف محافظة تعز. وقال مصدر للموقع، الميليشيات الإنقلابية فجرت منزل التربوي أحمد الشقيب بعد تفخيخه بعبوات ناسفة في منطقة حبور شرق منطقة الشقيب. وأضاف الصبري أن التربوي شرف أحمد كان قد جرح في وقت سابق جراء قنصه من ميليشيا الحوثي الإنقلابية، وكذا تعرضت زوجته لطلق ناري. العديد من العناوين أيضا نطالعها وردت في صحيفة أخبار اليوم الصادرة في عدن، أبرزها الحوثيون لوساطة عمانية يقولون 4 مليارات دولار مقابل تسليم جثمان صالح والإفراج عن أقاربه. عنوان آخر، فعالية التصالح تؤكد رفضها للاحتلال بكل أشكاله وتؤكد أن الجنوب ليس وليمة. من صنعاء، الميليشيا تقمع تظاهرة نسائية مطالبة بالرواتب، ومواجهة حدثت أمام بطش الحوثيين. ورئيس هيئة الأركان يقول، بدأنا التحضير لتطهير صنعاء والطريق أصبحت سالكة. الديمقراطية المتوحشة، هذا عنوان صدر لمقال كتبه خيري منصور في الخليج، مضيفا في جزء من المقالة. ما يحدث الآن في أمريكا من سجالات حول المواقف الإشكالية للرئيس ترامب وما اقترن بها من ردود أفعال دراماتيكية داخل بلاده وخارجها، لا يمكن وصفه بالديمقراطية السلسة أو الأليفة. ما تبادله مرشحا الرئاسة عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري هيلاري كلينتون وترامب من اتهامات بلغت حد التكذيب والتخوين، كان تمهيدا لما استطال من أنياب الديمقراطية ومخالبها. فهناك حالات غير مسبوقة تعارضت فيها المواقف، سواء بين الدبلوماسية التقليدية وما يسمى الدولة العميقة في أمريكا، وبين الرئيس وما قاله الرئيس السابق أوباما في الحملة الانتخابية كحليفته الديمقراطية هيلاري كلينتون. فقد وصف أوباما خصمه الانتخابي ترامب بأنه غير جدير بالفوز وبدخول البيت الأبيض، ونعته بعدم الاتزان وحذر من انفعالات ترامب وتسرعه وبالتالي اتخاذه قرارات تلحق الضرر بمستقبل الولايات المتحدة وعلاقاتها الدولية. وما يحدث الآن في أمريكا يذكرنا بسؤال طرحه الفيلسوف الفرنسي سارتر قبل عدة عقود، وهو ما الذي يمكن لأنصار الديمقراطية أن يفعلوه إزاء خصومها؟ فإن اتخذوا موقفا ضدهم سينقضون أنفسهم وبالتالي يصبحون أيضا خصوما للديمقراطية. والاستطراد في مثل هذه السجالات يعيدنا إلى الأحجية القديمة عن البيضة والدجاجة، لهذا فالاحتكام إلى الواقع بمجمل معطياته هو ما يستحق التأمل والتحليل. منذ سبتمبر عام 2014 تغير الوضع في صنعاء وأصبحت عدد المدارس الأهلية في تزايد لافت، ذلك في ظل وضع سلطة الأمر الواقع الحوثية، حيث قامت قيادات حوثية في صنعاء بإنشاء العشرات من المدارس الخاصة بهدف إرساء تعليم قائم على الطائفية من خلال هذه المدارس التي تديرها قيادات في جماعة الحوثي، ويتم اختيار طاقمها من المدرسين الموالين للجماعة. وفقا لتقرير خاص بموقع المشاهد نت، فقد أصبحت هذه المدارس تسابق الوقت خلال الثلاث السنوات الأخيرة من أجل صناعة جيل يؤمن بخطابها الطائفي ويقاتل من أجله،
أضاف التقرير أنه تم افتتاح 100 مدرسة جديدة خلال العام 2017 بعد منح وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة حكومة الانقلاب في صنعاء منح تراخيص مزاولة المهنة لمالكي تلك المدارس. يضاف العدد إلى 400 مدرسة أخرى افتتحت خلال الأعوام المنصرمة. ويقول مصدر في وزارة التربية والتعليم إن محاولات الحوثيين السيطرة على التعليم بدأت منذ عامي 2014، ففي تلك الفترة وفي عهد أمين العاصمة صنعاء السابق عبد القادر هلال تم منح شخصيات مقربة من جماعة الحوثي تراخيص لفتح 84 مدرسة أهلية وخاصة في العاصمة بمسميات متعددة. وفي عام 2017 عقب تولي شقيق زعيم الحوثيين وزارة التربية والتعليم توسع الحوثيون في افتتاح المدارس لأنهم وجدوا أن لتلك المدارس أهمية كبرى تعود بالفائدة عليهم من جوانب مالية، فالمدارس الخاصة تضمن لهم الربح المالي الوفير في وقت وجيز. اعتدت ميليشيا الحوثي الانقلابية على تظاهرة نسائية مناهضة لها في ميدان التحرير وسط العاصمة اليمنية صنعاء. وقال موقع سبتمبر نت: المتظاهرات تجمعنا في ميدان التحرير رافعات لافتات ورددنا هتافات ضد ميليشيا الحوثي لعدم صرف مرتبات الموظفين منذ أكثر من عام ولنهب المال العام وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين. ودعت المتظاهرات كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص للإضراب الشامل عن العمل والعصيان المدني في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ردا على استمرار الميليشيات في نهب مرتباتهم. وأكد شهود عيان أن ميليشيا الحوثي قمعت التظاهرة النسوية واعتقلت عددا من المشاركات فيها، فيما تم إسعاف عدد آخر منهن إلى المستشفيات بعد تعرضهن للإصابة جراء الاعتداء. وأضاف الشهود أن الميليشيا استعانت بعناصرها النسائية المسلحة واللواتي اعتدينا بالضرب على المتظاهرات واختطفنا العشرات من المتظاهرات. وكانت الميليشيا هاجمت في شهر ديسمبر الماضي تظاهرة نسائية مماثلة في ميدان 70 بصنعاء وأظهرت فيديوهات تداولها ناشطون وعناصر الميليشيا، وهي تعتدي في الفيديوهات كانت عناصر الميليشيا تعتدي على النساء بالضرب وتقوم بإطلاق النار. صالح، المشهد الأخير. تحل الذكرى 40 لرحيل الحاوي علي عبد الله صالح الذي راقص الثعابين في اليمن 33 عاما، ويزيد غاب عن المشهد بطريقة اختارها لنفسه. هكذا بدأ علي محمد مقاله المنشور في موقع بلقيس، وأضاف في أجزاء من المقالة: قال شباب الثورة الشعبية السلمية لصالح بعد أن قتل منهم وشرد واعتقل: لك الحصانة خذها ولا تخف، سنعيدك إلى سيرتك الأولى واحفظ البلد من شرورك. فأبى إلا أن يمضي في مسيرة الانتقام، وحرص كنظيره الصومالي محمد سياد بري وعلى مبدأ أنا ومن بعد الطوفان، فقال للشعب: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. شباب فبراير بصدورهم العارية واجهوا رصاصة وقبضته الأمنية الحديدية ومجنزراته، ونصحوه: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، فاذهب أنت وأهلك ومالك. فأجاب وبتكبر على من ناصروه وقابلوا غدره بالوفاء وحقده بالنصح: موعدكم الصبح وأن يحشر الناس ضحى، وأنا من سيعلمكم فن المعارضة. لم يكن يدور بخلد صالح أن هدهده الذي ساق إليه فأر سعدة ليخوض معه حلفا يزيح فيه من أخرجه من سدة الحكم بعد 33 عاما أخاف فيها الشعب ومعارضيه بثعابينه، علّه يعيده إلى الحكم مرة أخرى وإن من باب نجله أحمد، ويدير اليمن من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه. إلا أنه لم يعي أو لم يخبره أحد أن مكره الذي تزول منه الجبال يواجه بمكر رب العالمين الذي هو أشد منه مكرا، واستدرجه الله من حيث لا يعلم. وفي لحظة تخبط ساق إليه عاصفة عاتية أتت على ملكه التليد وجعلت الفأر ينخر في جسد اليمن السعيد، ويشتت أبناؤه بين حراك وقاعدة ونخب وأحزمة.
أشرق اليوم التالي، ويوم أن حشر الناس في انتظار الموعد لا كان صالح ولا كانت اليمن، وسادت عاصفة بريح صرصر عاتية أتت على كل جميل ومزقت البلاد شر ممزق، فتذكر صالح وأنى له الذكرى الآن. 3 سنوات منذ أن عصف بالبلاد التي حذر من انهيار معبدها على رؤوس الجميع. حاول الثعبان صالح في آخر اللحظات أن يغير جلده ويقفز من السفينة الغارقة أصلاً إلى شاطئ آمناً لينجو بنفسه، تاركاً وراءه شعباً يتضور جوعاً ويعتصر ألماً ويموت كمدى. إلا أنه نسي أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله، فوقع فريسة سهلة لراقص جديد شعاره ما نبالي. اعتقدنا في البداية أنه خبر طريف، لكن المعلومات التي أوردها موقع عدن غد تأخذه نحو الجدية. عنوان الموقع أن الحزام الأمني يحفر صحراء غرب عدن بحثا عن مال ضائع. قال الموقع نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن قوات أمنية من الحزام الأمني بدأت الجمعة عملية بحث عن أموال دفنت في منطقة صحراوية بالقرب من مدينة عمران غرب مدينة عدن. وقالت المصادر لصحيفة عدن الغد إن قوات أمنية يقودها قيادي في الحزام الأمني بدأت عملية بحث مستخدمة جرافات للبحث عن أموال نهبها عناصر من تنظيم القاعدة من بنك لحج المركزي مطلع العام 2015. وأشارت المصادر إلى أن عملية البحث تأتي على ما يبدو وفق تأكيدات لأحد عناصر تنظيم القاعدة الذي تحتجزه السلطات الأمنية لديها. وتحصلت عدن الغد على ما قالت أنها برقية سرية بهذا الخصوص، جاء فيها الإيضاح بأن المبلغ الذي يتم البحث عنه هو 3 مليارات ريال يمني. هناك فيلم عرض قبل 70 عاما تم اقتباسه من رواية جزيرة الكنز للكاتب روبرت لويس ستيفنسون، يحاكي الحال الذي آلت إليه حال عدن اليوم. بعد الفاصل نعود إلى الصحافة العربية والعالمية ولأخبارنا المتنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضبط شاحنات إغاثية جنوبي اليمن باعها الحوثيون لتاجر أغذية كما تقول القدس في تقرير لها. إلى التفاصيل. في التفاصيل أن مصدرا أمنيا في عدن ضبط شاحنات محملة بمواد إغاثية تحمل شعار منظمة اليونيسيف العالمية، باعتها ميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء لصالح تاجر معروف. قال جلال الربيعي، هو قائد في الحزام الأمني في محافظة لحج، قال إن نقطة تفتيش تابعة للحزام الأمني ضبطت 3 شاحنات بين محافظتي لحج وعدن جنوبي البلاد مساء السبت. أضاف الربيعي أنه من خلال عملية التحقيق مع سائقي الشاحنات اتضح أن ميليشيا الحوثي قامت ببيعها وحرمان مستحقيها منها، وأوضح أنهم يستغلون المعونات التي تصلهم من الأمم المتحدة لصالح ما يسمونه بالمجهود الحربي. دعا الأمم المتحدة وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد ممارسات الحوثيين والتأكد من وصول المعونات لمستحقيها. إلى صحيفة العربي الجديد، تقرير يحمل عنوان ترويج جديد لتحرير تعز وسط شكوك الأهالي. قالت فيه أبناء محافظة تعز أبدوا شكوكهم بجدية الحكومة الشرعية والتحالف العربي في تحريرها، إذ بدا كأن المزاج العام في تعز غير متحمس مع تحركات قيادة التحالف العربي والقيادات العسكرية في تعز بين عدن والرياض.
في هذا السياق في حديث للعربي الجديد، اعتبر الناشط عبد الله العريقي أن الحديث حول تحرير تعز لا يخرج عن دائرة الشائعات ولقاء قيادة تعز العسكرية بقيادة التحالف بالعاصمة السعودية الرياض، هو الجديد في كذبة تحرير تعز التي يصنعها التحالف العربي في كل مرة يرغب في تنفيذ عملية عسكرية بمحافظة أخرى. ونقل التقرير نقل تغريدة لنائب الرئيس في حسابه على موقع تويتر التي قال فيها: استكمال تحرير تعز يتطلب تضافر الجهود وتوحيد الصفوف والعمل بروح الفريق الواحد. هذا وتحدث قادة عسكريون في تعز أن قرار تعيين محافظ جديد لتعز بمثابة المؤشر الأول في تحول المشهد العسكري والسياسي في محافظة تعز، والذي جاء بعد تلقيه تأكيداً من قيادة التحالف العربي والحكومة الشرعية بالموافقة الكاملة على تنفيذ شروطه المطروحة على الحكومة والتحالف. وكان الإسراع في تحرير ما تبقى من المحافظة ورفع الحصار عنها، إضافة إلى دعم وإعادة بناء المؤسسة العسكرية وإعادة بناء المؤسسة الأمنية وتفعيل السلطات القضائية ودعم الخدمات العاجلة وسرعة صرف رواتب المحافظة أول شروطه. دواوين الزعامة تحت هذا العنوان كتب السياسي اليمني ياسين سعيد نعمان مقاله المنشور في الاشتراكي نت. في المعارك المصرية لا شيء أسوأ من التخلي عن الاستراتيجي واللهث وراء التكتيكي، وفي مستواه من السوء يعد تلميع الأفراد لتنمية الإحساس بالحاجة إلى زعامة من أي نوع كان سلوك لا يستند إلى قواعد المواجهة الشاملة والواعية بجسامة ما تتعرض له البلاد من مخاطر. إن إعادة تلميع الأفراد على أي مستوى قد يخفي تخبطا من ذلك النوع يفضي إلى الكوارث، وفي كثير من الأحيان يضيع فيه التكتيكي إلى جانب الاستراتيجي. في اللحظة الراهنة ومع التدهور الذي أصاب جبهة الانقلابيين، كانت الشرعية موفقة في فتح خط لتوافقات سياسية واسعة تقوم على إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة للجميع، غير أن بعض الأطراف المعنية لم تكن موفقة في عدم التقاط هذه اللحظة التاريخية والتعاطي معها بمسؤولية، كما أنها لم تكترث لحقيقة أن مركز المواجهة الذي لم تقرره الصدفة ولكن قرار المقاومة منذ اليوم الأول هو الشرعية وقياداتها. إن ما نشهده من تخبط عند هذه الأطراف لا يجب أن يقود إلى موقف سريع منها، فلابد من إبقاء الباب مفتوحاً والاستماع إليها، فلربما رأت من الموقع الذي كانت فيه ما يسلط الضوء على الزوايا كانت محجوبة، كما أن سنوات التعبئة الطويلة تحتاج إلى تفكيك بنفس طويل، غير أن الشيء الذي لا يجب التعاطي معه ورفضه هو نزعة إنتاج زعامات خارج الإطار الشرعي للدولة، ففي هذه اللحظات الحاسمة المطلوب هو الموقف، وتبقى الزعامة قضية مؤجلة إلى حين تتوفر شروطها وتفتح دواوينها. في تقرير خاص قالت صحيفة الخليج إن ميليشيا الحوثي تتعمد زرع الألغام والعبوات ناسفة بشكل عشوائي في الطرقات، المنازل، المزارع من المناطق التي يتم طردها منها دون مراعاة للمدنيين من أطفال وشباب ونساء وكبار السن. أظهرت تقارير حقوقية محلية ودولية أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من نصف مليون لغم في المحافظات اليمنية المحررة، بينها ألغام محرمة دولياً أودت بحياة المئات من المدنيين وتسببت بآلاف الإعاقات الدائمة لآخرين. وتورد الصحيفة العديد من قصص ضحايا ألغام الحوثي، منها الطفل عبد المجيد عبدو كان يلهو ويلعب خارج منزله لبضعة دقائق مع أصدقائه عندما انفجرت أمام جسده الضاني عبوة ناسفة صغيرة ألحقت به إعاقة أبدية. يقول عبد المجيد: لم أشعر بشيء بعد انفجار القنبلة، علمت بعد ذلك أن الأهالي قاموا بنقلي إلى مستشفى المخا العام ومنها إلى عدن حيث بترت يدي بسبب الانفجار. تجسد قصة روضة أحمد الطويل دليلاً آخر على إرهاب ميليشيا الحوثي التي زرعت الألغام على الطرقات لتنسف أحلام عائلة كاملة بعد أن قتلت الأخ، أصابت الأخت والأم أيضاً بإصابات بالغة. صحيفة ساندي تايمز نشرت موضوعاً بعنوان: طهران في حلف مع الشيطان لإعادة بناء القاعدة. تقول الجريدة: إيران عانت مؤخرا من أسوأ اضطرابات ومظاهرات على الإطلاق،
وهو ما يعود بشكل رئيسي إلى إعلان زيادة المخصصات العسكرية بهدف التوسع إقليمياً والسيطرة على مناطق أخرى في العالم العربي على حساب المواطن الإيراني البسيط الذي يعاني من ارتفاع شديد في أسعار المعيشة. تتساءل الصحيفة، كيف سيكون رد فعل الشعب الإيراني عندما يعلم بالتحالف الشيطاني الذي بدأته الحكومة الإيرانية لإعادة تشكيل تنظيم القاعدة، أخطر تنظيم جهادي في التاريخ؟ تقول الجريدة، إنه حسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، كان عدد عناصر القاعدة عندما شنت هجمات 11 من سبتمبر 400 مقاتل، لكن التنظيم تعرض لضربات قاسمة من القوات الأمريكية خلال الحرب في أفغانستان، ومؤخرا تعرض لهزة كبيرة وتضاءل في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. تضيف الصحيفة أن FBI يعتقد أن التنظيم أعاد بناء نفسه مؤخرا لدرجة أنه أصبح قادرا على استقطاب عشرات الآلاف من الجنود والمقاتلين. وتعرج الصحيفة على تاريخ العلاقات بين إيران والقاعدة، مشيرة إلى أن قاسم سليماني هو القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني، دعم أسرة زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في الحصول على اللجوء لبلاده عام 2001، ومنذ هذا الحين بدأت العلاقات بين الطرفين في التطور. ووفقا للصحيفة، قاسم سليماني يستخدم القاعدة في مناورته للعب على جميع أطراف الصراع الجاري هناك. وحيد عبد المجيد يكتب في صحيفة الحياة اللندنية عن الربيع العربي وثقافة الاستقرار بأي ثمن، قال الكاتب، الثقافة السائدة في مجتمعات لم تبزغ فيها أنوار الحرية إلا لماما لعبت دورا رئيسيا في فقدان أعداد متزايدة من الناس الآمال العريضة التي راودتهم خلال أيام الثورة وبعيدها، وعادوا مجددا إلى البحث عن منقذ أو مخلص. وتدل هذه الثقافة على أن أفكارا تعود إلى العصور القديمة والوسطى ما زالت مؤثرة في غير عصرها، ومن أكثرها شهرة فكرة سلطان غشوم ولا فتنة تدوم. ونظرا إلى فشل رهانات متكررة على مستبد عادل، لم يوجد أبدا يكتفي في ظروف كهذه بالبحث عن منقذ يحقق استقرارا بأي ثمن. لم يتمسك من خاب أملهم بالديمقراطية بشيء من هذا الأمل بعد عامين ونيف فقط، مع أنهم صبروا على الاستقرار بأي ثمن في أشكاله المتوالية على مدى نحو 6 عقود، ثم شارك كثيرون منهم في الثورة بعدما تنام الوعي نسبيا في السنوات السابقة على هذه الثورة بأن تحرير النظام السياسي ضروري للحد من الفساد والفقر. تلاشت بسرعة بشائر الديمقراطية تحت وطأة هذه الثقافة التي ظهر أثرها القوي حتى في الفترة القصيرة التي كان فيها الأمل بنظام أفضل قائما، وأجريت فيها انتخابات واستفتاءات توفر لهم مقدارا كبيرا من مقومات الحرية والنزاهة والمشاركة الواسعة. بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم متوهجة ولكنها فارغة تقريبا، كما تعلق صحيفة الغارديان البريطانية، والتي نشرت مجموعة من الصور من داخل معرض مقام حاليا في نيويورك. نتابع الصور. من القدس إلى الكاريكاتير، مشاهدة ممتعة، وحتى ألقاكم في أمان الله.